نظمت هذا المساء جمعية الأطباء الخواص بمكتبة المستقبل أبو قاسم سعد الله تجورت الطبعة الرابعة من الأيام الطبية الجراحية، وعن هذا تتكلم الدكتورة ميموني حورية رئيسة الجمعية. ميموني حورية رئيسة الجمعية، جمعية الأطباء الخواص لولاية تجورت. احنا رانا ناشطين، أسست هذه الجمعية من 2009، تكوين مستمر للأطباء وشبه الطبيين من خلال نديروا أيام جراحية طبية، ولا نديروا تاني دورات، نديروا دي طابلو روند. الأيام الطبية الجراحية الرابعة، بس ديجا درنا ثلاثة من قبل. احنا عادتنا نديروا كل عام، نديروا هذا اليوم الأيام الجراحية الطبية، هي سما اليوم الكبير تاعنا. الأيام هي الرئيسية، وهذه تعتبر قلت لكم فيها الرابعة. خلالها نعرضوا دي ميدسان أساتذة ومحاضرين وكل يجونا. في هذه الأيام اخترنا مواضيع حساسة مثل التهاب الكبد الفيروسي، لاتونسيون، السكر. اخترنا تاني الغدة، اخترنا تاني مرض عاد شائع بزاف هو تكيس المبايض. هذه الأيام تدوم اليوم، تبدأ الافتتاحية نبدوها دوك إن شاء الله على 2:30 حتى الغدوة. ثم الطبيب اللي ما يديرش هكا التكوين المستمر يفوت عليه الترا. اصلا جودة الطبيب ولا قدرة الطبيب تكون من خلال هذه القراية. نقرأ طبيبي سيتا نيتيديو حتى لاخر العمر. هذا من المفاصل وكان مهمة في الجمعية. انا الكاتب العام الجمعية، نلتقي في هذه الايام الرابعة الطبية الجراحية لجمعية الاطباء الخواص، وهذه عادة احنا نعملوها كل سنة تقريبا، بالإضافة إلى بعض النشاطات الأخرى التي نقوم بها على مدار العام، كأي الأيام الطبية لطب الأطفال والمحاضرات التي تدخل في إطار التكوين الطبي المستمر. من بين النقاط التي ينتظرها الأطباء اللي يحضروا مثل هذه الأيام هي لاميزاجور، معناها التحيين معلومات، لأن في الطب لازم في كل لحظة لازم تحيين التوصيات اللي نخرج بها دائما هنا في من الجمعيات العالمية، الجمعيات العلمية العالمية دائما نجيبوا لي ريكومونداسيون، معناها كل التوصيات اللي يخرجوا بها الجمعيات العالمية ونعاودوا ندرسوها احنا على مستوى محلي، والاطباء يتعاملوا بها ويعملوا بها. Vous avez beaucoup de temps et vous allez vous ennuyer. Il faut trouver quelque chose.